السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أرحب بكم في هذا الصباح ونكمل لكم بعض المعلومات اللي تخص التحاليل المهمة لعائلة أطفال طيف التوحد وعائلة يعني وأخوته يعني الأم والأب والإخوة. أي في هذه الخاطرة نتكلم عن ما بدأناه في الخاطرة السابقة اللي سويناها في المكتب وتكلمنا فيها عن المشاكل الصحية اللي ممكن أن تصير بسبب الخلل الجيني اللي هو MTHFR أو بسبب ضعف الميثيليشن، ونبهنا على أن هناك ترابط قوي وشديد بين أمراض جسدية كثيرة وأمراض النفسية وبين مشاكل الميثيليشن. فإذا كان التوحد في الطفل أو فرط الحركة أو صعوبات التعلم أحد أوجه ذلك الضرر أو الخلل الجيني، فإنه قد يكون موجود في العائلة على شكل آخر منها مثلا الاكتئاب أو القلق العام أو مشاكل في القلب أو روماتيز أو مشاكل أخرى. وبالتالي البحث عن هذا السبب وعلاجه قد يكون السبب الشافي لأمراض كثيرة في العائلة. فهذه الحضور إذا قليل بعد ما أحشي ترى ولهم حقهم ما حد ما يعرف. طيب أخوان نتكلم الآن، أنا بالنسبة للأخوة اللي يجوني مثلا بالعيادة وعندهم طفل فيه مشاكل نمائية عصبية، أنا أنصح الأب والأم أن يسوون بنفس الوقت هوموسيستين وبي 12 وفوليك أسيد أو فوليت يعني يسموه بالجسم، وطبعا فيتامين دي وسي بي سي. يعني أنا نسيت أذكر أن هناك أمراض كثيرة مرتبطة، مثلا عندما تكون هناك عندك تحسس للحنطة، الأم أو الأب أو أحد الأطفال في عائلة التوحد عندهم تحسس للحنطة، هذا مشير أيضا لوجود أمراض مناعية، وهذا مؤشر أيضا لخلل قد يكون في الميثيليشن، لأن تحسس الحنطة عادة يحصل في الطفولة وأيضا إلى علاقة بنفس المبدأ اللي تكلمنا فيه، مبدأ أنه الحاجز الموجود في الأمعاء اللي هو اللي يسموها الأواصر بين الخلايا تكون ضعيفة، فتسمح للبروتين في الحنطة أن يعبر وبالتالي يسوون التحسسات. الشيء الشائع والمهم جدا عند النساء كثيرا يحصل هو فقر الدم اللي عادة ما يستجيب للعلاجات، عدم قدرة امتصاص الحديد من الأمعاء شائعة جدا في هذه العوائل، وهو أيضا له علاقة بمشاكل الأمعاء هو امتصاص الحديد وأيضا امتصاص بقية الفيتامينات، والمرأة تأخذ حديد كثير و لا تستجيب يستجيب فقر الدم وتبحث عند أطباء كثيرين. أيضا هذه صورة من صور ضعف الميثيليشن والمشاكل العامة التي تحصل في العوائل اللي فيها قد يكون أحد أطفالها لديه طيف واحد. لذلك احنا نقول أنه كثير من الأمراض قد يفسر بهذا الخلل الجيني اللي تكلمنا أمس عليه في العائلة في المحاضرة. نقول ان انت وجاي الافضل انه الام والاب يسوون هوموسيستين وبي 12 وفوليك اسيد وفيتامين دي وصوره دم يسمونها سي بي سي. من تجيني للعياده واشوف ابنك راسا راح الصوره تصير عندي كامله، طبعا هذا الضغط والله على الناس، لكن يمكن انا قلت لهم يعني يمكن تحتاج 50,000 اضافيه حتى نقدر نعالجك انت، لان انت
بجوز انت ما تدري بس انت عندك ارتفاع بالهوموسيستين، وبذاك الوقت انت راح يصير عندك لا سمح الله ضغط وجلطات وقلق وقلة نوم وما ادري ايش، وكلهن هذني وهن شغلتهم بسيطة. فنصيحتي خاصة اللي عندهم مكنة مالية انه الافضل تصرف على هذا تحليل صغير والتجايني الك، واذا عندك اخ لهذا الطفل هم تشوفه قلق شوية، تأخر بالنطق شوية، مو علاقات عند اجتماعية شوية، نحس بالطعام شوية، يعني ينفعل بسرعة ما ادري ايش، هذا هم ركز لي على هذا 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 هو عندك كل الزين، ذكي ما ادري ايش، بس ما مرتاح له انت بسلوكياته، وشوية متهيج تحسه، وشوية زعال وتتعامل وياه، هذا هم انا سوي له، امن نفسك وامني على مود نقدر نعالج هذه الامور بامور جدا بسيطه، مجرد يعني مجموعه فيتامينات نشطه نعطيك اياها وشويه توجيهات بسيطه راح نشوف. يعني طبعا قبل فتره عندنا احد القريبات هم يعني انفعال، والمراه طبعا احنا نسميها مأجفره، هاي مأجفره يعني ام اي تي اتش اف ار عندها، او احنا قبل نسميها مأسبره، مأجفره خلوها على هالقياس، فانفعال وتحكي مثلا كلهم قرايبك مو زينين مثلا، او تقولها فلان هذا خوش عني، كلهم اللي مدينين كذابين يابا على كيف. يعني هاي فكره التعميم، فكره التعميم يعني نوع من الانفعال والتهيج، او مثلا يابا ليش ما مسوي الحديقة، ليش ما هاي الملامة، ليش 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 ليش، هاي كلها تهيج عقلي، نسوان نسوان، انتم النسوان مصيبة كلكم أجفرين. اي لو مثلا تشوف فلان يومية يغسل السيارات، انت ليش ما تغسل السيارات يا بدخيل، والله ما عدنا وقت، خلنا الطفل بعد، تلاحظوا شلون تأجفر براسنا وتأسفر المرأة. بعدين عندك مثلا سمعت حكاية ظل راسها يفرفر 24 ساعة يفر الحكاية هاي، هذا هيك يخاف يسوي هيك يخاف، هذا نوع من الوسوسة. لو مثلا بالعكس تأنيب ضمير شديد، خاف زعل فلان، خاف انقهر فلان، خاف مدري شنو، اي ومسألة الملحة ومسألة التسلط، تعال هيك البس الا هذا القميص، ابد 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 يابا، ما يابا رحمه الابوش ما عاجبني والله، انا هذا اذا ما تلبسه ما له علاقه، شمره بعد ما لك علاقه، اقول لك لت بعد لا تلبس ما له علاقه، ما اساعدك ابد يا نسوان، دخيلكم لا تسلطون يا نسوان يا بي. اي لو هذا يعني شوف هذا كله بصراحة، هو طبعا احنا اكو فرق بين يكون عندنا رغبة في ان يكون قريننا على وجه من التمام والكمال والجمال، وان يكون لدينا ايضا تفهم لاختلافنا في وجهات النظر وطبيعة طبائعنا. فانت هذني يعني انا اقعد هواية ويا جماعات اشوف اهتماماتهم مختلفة، ما انزعج يعني، احاول اجاريهم وبالاخير اقول هم لهم راي وانا رايي، بس مو اجي اقول لهم لا انتوا غلط وانتوا كذا وانتوا وانتوا، هذا تسلط بدون قصد طبعا، يختلف عن التسلط النرجسي، انتبهوا علي، التسلط النرجسي مصيبه، التسلط النرجسي فيه تخطيط، فيه رغبه تقليل من الشأن، فيه تخطيط للمستقبل وضرب اللعب في المشاعر، يعني ليس فيه حسن نية. أما التسلط الأسبرجري أو اللي نقول عليه هذا الانفعالي، هذا تسلط يعني يعني رغبته هكذا بدون أن يخطط، يعني هو يتمنى أن يطيعه أو يريد أن يطيعه بدون أنه يعني يفرض هذا الشيء، لكنه خارج تغلبه يعني إرادته ووصل هذا الشيء. فإذا صار عندنا هذه المواضيع، فإذا قلنا هذه المرأة طبعا من جينا وسوينا التحاليل العامة، طبعا انتبه علي من الأشياء اللي وجدناها هي قلة كريات الدم البيض. سألت هاي المرأة قلت يا بهاي
الكره الدم البيض مالتك 2.5 او 2.7 يعني معناها انت اي التهاب ممكن تروحين بها مناعه كلش قليله. قلت والله اني سنوات صار لي 20 سنه انا او 15 سنه انا صار لي كريات البيض. زين شنو السبب؟ قالت والله فريت ولفيت وجيت ورحت واطباء وكذا ما حد يقول لي شنو ايديوباثيك ليكوبينيا يسموها يعني قله كريات الدم البيض بدون معرفه السبب. ايديوباثيك يعني ما نعرف السبب. اي يابا هاي ليش؟ فعندك هاي جينا على التحاليل شفنا الدهون مرتفعه وما اخذ مضادات دهون وما فايده. جينا على الهوموسيستين لقيناه 25 اي بي يعني جسم مشتعل كله 25. جينا على البي 12 اكو مشاكل بالامعاء نازل صاير يعني مستويات متدنيه جدا ما تكفي انه تشغل الجهاز العصبي المركزي. جينا على اليوريك اسيد لقيناه عالي جدا. شوف اليوريك اسيد مو دائما يصعد لانه عندك اكل لحم وما ادري ايش فاني هواي اكل بروتين، لكن يصعد اذا كان عندك احتقان. ايضا انتبه علي، الكليه تحتقن مع الجسد لا تستطيع ان تطرح اليوريك اسيد. طبعا هناك اسباب كثيره لارتفاع اليوريك اسيد، لكن في الام تي اتش اف ار وفي العوائل التي لديها مشاكل ان هناك احتقانات في الجسد، ويعتبر اليوريك اسيد ايضا الان ماركر دليل احتقاني وليس فقط ارتفاع اليوريك اسيد هو عرض من اعراض داء النقرس، انما هو عرض احتقاني بسبب مشاكل في الصحه العامه من ضمنها تراكم السموم، ومن ضمنها اذا ارتفع اليوريك اسيد احتقانات الجسد اللي تصير كنتيجه للتراكم السمي او لمشاكل في مناعه الجسد وخلل في قضيه السيطره على السيتوكينز وهاي الامور اللي هي لها علاقه بالاحتقان. موضوع طويل. فاذا عندنا ارتفاع كان في اليوريك اسيد 9 كلش هواي 9، وجينا على بعد تحليل اخر لاحظنا ما كان عندنا شيء. بالمناسبة كان هناك نقص فيتامين دي شديد جدا، وأيضا هناك ارتفاع في الباراثايرويد هرمون اللي هو عادة يرتفع، قد يصعد الباراثايرويد اعتيادي في حالات نقص الفيتامين دي ونقص الكالسيوم بالجسم لفترات طويلة، ويحاول أن يعوض الغدة جنب الدرقية تحاول أن تعوض. هناك اختلالات هرمونية ميتابوليزم في الأيض الغذائي كلها لها علاقة ويمكن تعرف. طبعا بعد ما بدينا شخصنا الموضوع هذه كانت المرأة من النوع اللي ما يقبل العلاج، فتعاوننا مع الأهل حتى نقنع وما قبل أي نوع من العلاج إنه ما قبلته، ما أنا ما أبي شيء أنا كذا كذا كذا. ثم جاءت مرة ثانية بعد فترة أشهر وكل التحاليل تزداد، الدهون تزداد، الدهون ترتفع، الهوموسيستين يرتفع، الصحة العامة طبعا بدأت عوارض جلطات في الجسد، بدأت عوارض جلطات، خذر التكييد، شوية انحراف بالفم، يعني بدأت يعني يصير عندها تي اي اي ترانسيت يسمى ترانسيت اسكيميك اتاك، والنوم دا يقل اكثر، يقل انفعال العرائق بالبيت على عرائق دق دخيل لم اشفرين شلون مصيبه دق عرائق عياط باللي افتفاهم اصلا يصيرون ما يقدرون يتفاهمون لانه يسرع تهيج عقلي واي موضوع حساس يسوي لهم انفعال وبالاخير يتندمون وتصير الحاله. طبعا في العاده يكونون اكثر واحد في البيت، في البيت يصير متشنج اي موضوع يعني عادي ممكن تناقشه بشويه بحساسيه تحس انه البيت يتشنج فكلها تسكت وتنسحب تقول لك ما نقدر نحلها. فطبعا هذه المشاكل اللي تحتاج الى تخطيط الى دبلوماسيه الى كذا ما تنحل عاده ما تنحل. وطبعا ما يرافق ذلك الداء من ضعف في الذكاء الاجتماعي بسبب التحقق احتقان زايد، يعني بعض الاطفال او الكبار او كذا ما تصح عندهم فرص قويه
بالتداخل نتيجة انفعالهم السريع وانزعاجهم من الحركة المحيطة ومن الناس ومن كذا، فما يقدرون أن يجمعون لوات احنا نقول عليها دبلوماسية، تفهم للآخر، ذكاء عاطفي، فيصير عندك في البيت خلل يعني تراكمي، يعني عزلة اجتماعية، على انفعال، على صعوبة تفهم، على ضعفهم في الذكاء العاطفي، على ويا ذكاء أكاديمي طبعا. البيت يصير ذكي بالقراءة، ذكي بالفنون مثلا، ذكي عادة يصير توجهات علمية من بابين، أول شيء هناك قدرة على الحفظ، قدرة على الفهم للمواد المجردة أكثر من تفهم الناس والعواطف والتعامل مع الناس. هذه البيئة اللي تصير في غالب في البيئة اللي هي نسميها مأجفرة ومأجفرة ومأسبرة أو كذا، وطبعا تخلق فد أجواء وطباع جادة في البيت. يميل كثير من أولاد والحامل الجين إلى الجدية، إلى الانزعاج من التغيير المفاجئ والتخطيط الدقيق للحركة اليومية، وفقدان العفوية وأحيانا والبساطة، وضعف في قدرات إنشاء علاقات هادئة مستقرة مع المحيط، لأن دائما يتطرف هذا الإنسان بالمواقف العاطفية. يعني إذا أخطأ إنسان ما ينسى للخطأ ويظل يعيد بي على هيش ضوجني، هيش سوالي، هيش مدري إيش، وأيضا ينزعج من التدخل الاجتماعي اللي يعتبره تافه ممل، مو كل شوي يستمتع به. فتصير عندك في البيئة، يعني إذا كنت أنت يعني اجتماعي تجد أن نفسك من الصعب أن تذوب في هذه البيئة. فالشخص اللي ما عنده هاي الشغلة يعني يبقى معزولا في هذه البيئة، يجامل هذه البيئة، يحاول أو يعني يجد حياته خارج هذا المنزل من خلال إيجاد علاقات خارجية طبعا، أو يتهرب إلى العمل أو هذا لتشاهد. هذا موضوع يعني الحقيقة يقتل لب الهدوء العائلي. شلون تداخل بين مرض أو خلل جيني يؤدي إلى تغير في الطباع، ويؤدي إلى شلل في العلاقات التداخلية وخاصة الزوجية أو العائلية، ويؤدي إلى يعني صيغة مختلفة عن المعدل الطبيعي وما نطمح إلى في هدوء العلاقة العائلية وفي استقرارها، ويكبر المشاكل اللي تصير ويعطيها زخم أكبر من أكل الاستمرار بسبب صعوبات التفهم والانفعال السريع. فإحنا نقول يعني اليوم في كثير من principles مبادئ الطب الوظيفي، فإن الحقيقة هناك إمكانية لمعالجة تلك الأمراض سواء كانت الصحية أو النفسية أو السايكولوجية أو العائلية. شوف، بسبب أنه أنت من تشيل هذا الخلل الجيني وتساعد الجسم للذهاب إلى الطبيعي، راح يصير عندك هدوء، راح يصير عندك استقرار، راح يصير عندك تفهم، راح تبدي تنبني علاقات جديدة مبنية على الوثوقية والثقة بالذات والتقبل للآخر، ثم تبدأ لحمة العائلة أيضا في التوجه نحو الاستقرار والهدوء، وتبدأ المشاكل الصحية أيضا تقل لتستنزف العائلة ويزيد القلق، وأيضا تبدأ المهارات بالزيادة. طبعا أنا في يعني خططي المستقبلية، لكن والله سبحان الله الذي شغلنا بهذا هذا التافه التافه اللي هذا الرجل اللي دخلنا بمعركة معه في كردستان، شغلني عن جانب بالي أهداف كبيرة من ضمنها أول شيء إنشاء مدرسة للأطفال الذين لديهم صعوبات تعلم أو لديهم مشاكل توحد، وبيوفق برامج مرتبة، وطبعا نأخذ موافقة الأهل بدعم هؤلاء الأطفال بالمكملات الغذائية، يعني من خلال تحسين قدراتهم، فنحسن قدراتهم الجسدية والذهنية، ويكون ملتزمين فيها في طعام صحي
حتى نقدر نخرج هؤلاء الأطفال. هذا طبعا البرنامج الأول. وأيضا نحتاج إلى أن نؤسس لمعهد يعالج الكبار البالغين الذين لديهم صعوبات تواصل. احنا نسميهم أسبرجر أو هاي فانكشنال. هذول يعني ممكن نسوي على شكل يعني من خلال الجمعية على شكل مجاميع ونزيد الخبرات. وأيضا ممكن نسوي دورات. بس هي نرجع ونقول احنا الإراد هذا العلم أن يكون إلى مساعدين يعني. وبنفس الوقت إراد استثمار وصرف يعني. المكانات غالية، المكانات اللي نأسس لها يعني هي مشاريع بها مسحة إنسانية. إذا صار الصرف الاستثماري بها كبير راح يسبب لنا مشكلة، لأن راح يصير الكلف عالية. من تصير الكلف عالية يصير اتهام للي يديرون المنشأة بأنهم مستفيدين. فالمعقدة الأمور. لكن إن شاء الله هي حاطها إن شاء الله للفترة القادمة خلال سنتين. ودعونا الله يخلصنا من هذه المصيبة، لأن كانت عندنا مبالغ كانت الأصل فيها أن تستثمر في هذا الخط. سبحان الله استدرجنا على أساس في مشاريع جانبية في كردستان، وطلعوا جماعة من النصب والاحتيال متمرسين عصابة. والآن احنا في معركة كبيرة لاسترجاع هذه الأموال اللي كانت أصلا مخصصة لإنشاء هذه الأفكار. ويعني ابتلينا بناس ادعوا بأنهم من أهل الخير والصلاح، وكل ساعة يروحون ينقرون لك ركعتين ويرجعون وحكي عمره وطبيته وما ادري شنو هاي الكلاوات. سبحان الله. ثم استدرجونا الى مشاريع كان في ظاهرها طيب وعلى اساس قصيره الامد، وتبين انهم هم مجموعه من المحترفين. وطبعا احنا ما قدرنا انه نقرا هذا الشيء، لانه كنا في اجواء كلها طيبه انه نعاون الناس والمساكين ونعالج الاطفال، وتدري هذا الجو الرحماني واللي يدخل بيه ويشتغل وياك فترة طويلة ويركب الموجة يعني مخطط طويلا للغدر وللخيانة وللسرقة. صعب جدا انه يعني هو يحاكيك بنفس المبادئ وانت تشك به. فهذا بس كانت يعني عارض. ادعونا بس الله يخلصنا من هؤلاء الناس، بلكت الله يسهل لنا ان شاء الله نستطيع ان نفتح نماذج. ودائما أنا فكرتي من كل نموذج نسويه سواء في معهد بر الأمان اللي دعمناه احنا موجيمنا، فكرتي أنه يكون هذا المشروع نموذج للإخوة الذين يرغبون بالاستثمار لتقليده. لأن احنا مو بس محتاجين مكان واحد نساعد به الناس، احنا نريد أن ننشر ثقافة على مستوى البلد وحتى دولنا العربية وإخوتنا. الأفكار اللي ننشرها هي الفكرة منها أن تقتبس وأن تطبق وأن تنتشر حتى للذين يريدون أن يترزقون في الحلال. فنحن أول الداعمين لهم، لأن هذه مناطق ضعيفة متروكة. اليوم إذا عندك طفل بصعوبات تعلم تحير وين توديه، والناس أشكال وين ما توديه يعني يفشلوه. فأنا فكرتي أنه هذه المعاهد، بس يا أخي والله ما نقدر نكون عندنا سلطة على الناس، هذه المدارس الخاصة أنه يصير عليها إشراف طبي ودعم بيولوجي. احنا ما نجحنا في بر الامان فقط في التدريب، وان كان التدريب جوهري، واركز على هذه النقطه، اكو نقطتين اخاف انساها. الله يخليكم اخوتي، رجاء انشروا ثقافه ان المكملات الغذائيه الداعمه للجسد من ضمنها الاوميجا 3، من ضمنها المالتي فيتامين اللي بيمثل فوليت ومثل بي 12 هذا من النشطات، من ضمنها محسنات الميتوكوندريا، من ضمنها بكتيريا النافعه. اخوان هذه مو عقارب هل قد تخافون منها، هذه مو 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 كل ما تقول لي يبا وحده. ذاك اليوم البارحه كتبت لي من انجلترا وامها طبيبه ودكتور، والله أنا أطيت هاي الابني، ابنها طبعا خديج جاي 7 أشهر وهم توين، وذاك واحد قايم زين يحكي والأخ بي أمراض هواية، نطقه ضعيف، تركيزه ضعيف، كذا كذا. والله تقول بي خفية من أمي الطبيبة، أطيتها المكملات اللي قلت عليها وصار عندها تحسن خير من الله. زين أدري هسه طبيبة وتخافين من المكملات، ما تقولي لي شنو دارسين، رحمة على أبوكم، ترى مو منطق هذا الكلام أخي. لا تخوفون العالم من المكملات، جريمة هاي.
من المكملات شنو هي؟ هي المكملات من جنس الأطعمة، أشياء مركزة. يعني شي يريد جزيئة موجودة في جسدك، ما كلها شاربها داخل بجسمك بتكرار من أنت طفل. إذا أعطيتك إياها بصورة مركزة، إذا أعطيتك إياها بصورة نشطة، إذا أعطيتك إياها شنو الضرر فيها؟ فهذا يعني يا واحد أوميجا 3 والله يسوي تهيج. يا أخوي الأوميجا 3 وشنو هو؟ هو زيت السمك. يعني هسه ايش بيكم هذا؟ شنو هالحكي هذا؟ بعدين جيب واحد والله نعطيه ملتي فيتامين، هو الملتي فيتامين شنو؟ يعني انت حاول تشتري شركه زينه حتى يكون ملتي فيتامين مو مصنع صناعي بشوائب بمدري شنو هاي. طبعا اكيد. فاحنا نحكي ونقول لا تكبرون هذا الموضوع، وخاصه طبعا يستفيدون من العوائل اللي مثلا ما مهتمه هواي بالطعام الصحي والاطفال صحتهم متروكه وكذا، ولا يقفزون وطبعا متضررين. فهاي النقطه. والنقطه الثانيه اللي دائما اقولها واركز عليها اخوتي، ان التدريب بوحده عاده صعب جدا يوصلك الى مراحل متقدمه من الشفاء، لان الخلل البيولوجي الموجود في الجسد عاده يعوق التدريب. فلا تشتغلون على فكره والله اني ابني بس على التدريب. ليش حرامات؟ ليش انت تريد تطلع ابنك تماما وبسرعه، لو تريد تطلعه انت جزئيا وببطء؟ هذا الفرق بين وجود مكملات داعمه للجسد مع التدريب وبين عدم وجود مكملات داعمه. فانتبهوا على هاي. فاحنا جبناها قلنا والله عائله تريد تدخل ابنها في مدرسه تامن، فانا اشجع هاي المدرسه انه عاده نعمل لهم تحاليل في البدايه الاطفال، وانه نعطيهم دعم بالنسبه للمكملات الاساسيه وعادي باشراف طبي، وياهم برامج خاصه وتدريب، وياهم ايضا تحليل. يعني موضوع يعني يصير تكاملي. اتمنى اكون فدتكم في هذه الخاطره المنوعه والمطوره واللي تكلمنا فيها عن اعماق المشاكل في البيوت اللي عندها مشاكل صحيه في اطفالها، وانعكاس ذلك على العوائل الاب والام وايضا بقيه الاطفال، واحتمالية استفادة من بعض التحاليل النافعة لمعرفة وجود أي خلل جيني في أحد الأطراف في العائلة أو الأخوة. في أمان الله.